بسم الله الرحمن الرحيم. لطيف العصاوي، رئيسة جمعية مفتاح الخير للمرأة الجزولية. اليوم حنا كنخرطوا كجميع الجمعيات في برنامج أوراج اللي استفدنا فيه بعد التقاء الجمعيات من طرف لجنة التحكيم اللي شرفت على هذا البرنامج، واستفدنا كجمعية نشيطة في المنطقة وكذلك على الصعيد الوطني. وجمعية مفتاح الخير عندها شراكات عديدة مع عدة وزارات، وخاصة وزارة التشغيل والإنتاج المهني. كذلك عندنا شراكات مع المبادرة الوطنية في إطار برنامج ديال الترويض الطبي للأشخاص في وضعية إعاقة، وكذلك عندنا شراكة مع مندوبية التعاون الوطني، وعاد عندنا شراكة أخرى في برامج ديال التكوين والتأطير والمواكبة للنساء. هاد المؤهلات ديال الجمعية هي اللي خلات الجمعية تستافد من هاد برنامج ديال الأوراج اللي جا في إطار صيانة وبستنة الحدائق العمومية ببلدية سبت كزولة. ابتدينا الأشغال والحمد لله، كيف ما كتشوفوا ها هما النساء كيشتغلوا، لأن مع الجمعية النسائية حاولنا نديروا النساء أكثر من الرجال. وكنتمنى إن شاء الله نكتب هذا الورد ونكون عند حسن ظن السلطات ولا جميع المسؤولين اللي داروا فينا الثقة ديالهم باش ننجحوا إن شاء الله هذا الورش. وشكرا للجميع.